حياكم الله يا مجتمع مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي ياتيكم من قناة الرافدين. انخفضت قيمة الدينار أمام الدولار في أسواق بغداد وأربيل. أسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 158,100 دينار عراقي مقابل 100 دولار. أما أسعار البيع في محل الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد فقد ارتفعت، حيث بلغ سعر المبيع 159,250 دينارا عراقيا لكل 100 دولار. وفي أربيل سجل الدولار ارتفاعا أيضا في محل الصيرفة، حيث بلغ سعر المبيع 158,100 دينار مقابل كل 100 دولار. انخفضت أسعار خامي البصرة الثقيل والمتوسط مع انخفاض أسعار النفط عالميا. انخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 12 سنتا ليصل إلى 79 دولارا و 59 سنتا، وارتفعت أسعار خام البصرة المتوسط 12 سنتا ليصل إلى 82 دولارا و 64 سنتا للبرميل الواحد. يذكر أن أسعار النفط العالمية هبطت بنحو 80 دولارا للبرميل مع ترقب المستثمرين لاجتماع مجموعة أوبيك بلس الأسبوع الجاري للاتفاق على حجم تخفيضات الإنتاج في 2024. ارتفعت الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي بنسبة 90% على حساب المبيعات النقدية لتصل إلى 220 مليون دولار. وأعلن البنك المركزي أنه باع خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 242 مليون و500 ألف دولار، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي. أعلنت السعودية أنها تدرس تدشين أول منطقة اقتصادية حرة مع العراق بالمنطقة الحدودية في عرعر بحسب تصريحات وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح. وأبدأ الوزير السعودي أمله في أن تكون المنطقة الحدودية مع العراق في عرعر أول منطقة اقتصادية حرة مع دولة مجاورة بدون ضرائب أو رسوم أو تأشيرات دخول لخدمة المستثمرين في البلدين. ويعد منفذ جديدة عرعر البري بمنطقة الحدود الشمالية أحد بوابات الحركة التجارية بين السعودية والعراق خلال السنتين الماضيتين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري البري خلال النصف الأول من العام الحالي حوالي 913 مليون ريال. كشفت بيانات رسمية صادرة عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية أن عائدات الأعمال التجارية المجمعة للشركات في هذا القطاع بلغت نحو 200 مليار دولار بزيادة بنسبة لامست 7% على أساس سنوي. وسجلت القطاعات الناشئة مثل الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة وإنترنت الأشياء ومراكز بيانات الإنترنت ارتفاعا في إيراداتها بنسبة 20.5% على أساس سنوي. وواصلت تقنية شبكة الجيل الخامس توسعها المطرد لتصل إلى 754 مليون مستخدم. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي، يا أمان الله.